بهار وأفس على وشك نقطة تحول حاسمة. ترى أفس أن بهار مسؤول عن فقدان طفلها وتشعر بحزن شديد. وبينما تنتظر بهار انتهاء القضية واتخاذ القرار بشأنها، فهي أكثر من يعاني بسبب الحادثة التي مرت بها أفس. يبذل سلطان كل ما في وسعه لحل مشكلة أفس. يبدأ في تنظيم خطة من شأنها أن تجعل بهار وأفس أعداء حتى النهاية. ولكن هناك أحداث غير متوقعة. لقد عاد كينان أخيراً إلى رشده وتستهلكه نار الانتقام. وبينما يعاني أتهان أيضاً من انهيار كبير، يشعر الجميع الآن بالقلق بشأن الثقة. بهار وأفس وأتيس وأردا، بينما كل شيء يحترق ويحترق، هذه النار تجتاحهم جميعاً الآن. أدت رغبة بهار في الاختفاء ووجود أفس وأردا معها إلى تقريب الأختين من بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى. تحمل هذه الرحلة معها تضحيات مهمة للجميع. عمر طموح للعثور على بهار في وقت قصير قدره 24 ساعة. سيبذل أتيش كل ما في وسعه للتخلص من عمر الذي يلاحقه والوصول إلى بهار. يظهر أشخاص يريدون استغلال وضع بهار ونقاط ضعف السلطان لصالح أبناء أخيه. وهذا الوضع بمثابة سبب للتفرق بين الاتهاني. ستكون الرحلة التي يقوم بها بهار وأفس بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة الجميع، وستؤدي إلى أحداث غير متوقعة. هذه الأحداث التي تجعل الأخوين يقتربان من بعضهما البعض قد تؤدي إلى أحداث تنهي كل شيء، من يدري؟ يمر كل من بهار وأتيس وأفس بنقطة تحول مهمة جداً في حياتهم. يمر كل واحد منهم بنقطة تحول مهمة، حيث سيتعين عليهم التنازل عن أنفسهم حتى لا يصبحوا الأشخاص الذين يحبونهم. يكتشف أتيش أن الشخص الذي قتل عائلته، أي الشخص الذي حرض عليه أديب، هو كينان. لكن نار الانتقام تغطي كيان أتيس بالكامل مرة أخرى، وهكذا تبدأ الأحداث التي ستؤثر على حياة من يحبهم من حوله. تم إطلاق النار مرتين، وتردد صدى هذا الصوت في منزل عائلة أتهان. من الآن فصاعداً، ستكون أتيش قادرة على الوثوق بشخص واحد فقط لحماية وإنقاذ بهار والطفل الذي ستلده، وهذا الشخص ليس سوى أفس. يبدأ عمر بالتحقيق في الأحداث دون إضاعة أي وقت، لأن هناك جريمة قتل لم تحل ويجب حلها. سكان الحي متحدون ضد الشرطة، لكن السبيل الوحيد أمام بهار وأفس هو الهروب من الآن فصاعداً. الماضي يطرق الباب، الضيف خلف الباب سيغير مجرى الحياة ليس فقط لسلطان وأفس، بل لكل من في الحي. يقوم عمر عزيز، الرئيس الجديد لمكتب جرائم القتل، بفحص الملفات السابقة الخاصة بإفسون. جميع الأحداث الاسترجاعية التي كان يعتقد أنه تم التستر عليها، على وشك الكشف عنها مرة أخرى، وذلك بفضل عمر عزيز. نظراً لأن عمر زعيم شجاع جداً ولا يعرف الخوف، تتنبأ إفس بشكل أو بآخر بالمشاكل التي سيسببها لها هذا الوضع. لم يتبقى لإفسون أي شيء لتجد الروح المعنوية بخلاف علاقة حبها مع أردا والطفل الذي ستلده. تواصل أفس وبهار سعادتهما بإنجاب طفل معاً، لكن فرحة بهار تنقطع بسبب ردة فعل طيفون. يحاول أتيش كل ما في وسعه لإنقاذ والده من السجن، لكن كفاحه سيجعله يواجه بعض المواقف التي ستسقطه. ويستمر الخطر بأقصى سرعة، ويستمر القتال بين عفان وأفس بنفس الطريقة. وكانت الأعصاب متوترة بسبب الجنازة، مما جعل الجميع يجتمعون. ومن الواضح أن عفان هو من يقف وراء الأحداث، وهو المتسبب في كل ما حدث، والقوات الأمنية تعرف ذلك، لكن لا يمكن التدخل في عفان الذي يتمتع بظهر صلب. يجب على سكان الحي التصرف من تلقاء أنفسهم للانتقام. أتيش لا يصدق الشخص الذي يظهر له في السجن ويخبره أنه والده، لكن الحقائق الحالية تقف ضدها بشكل مباشر.
وبعد 24 عاماً كان على أتيش أن يودع والده مرة أخرى. يشعر أتيش بالصدمة مرة أخرى بسبب الأخبار السيئة التي نقلتها له بهار، ولأنه ليا تناولت كمية كبيرة من أدوية ضغط الدم أصيبت بالمرض وكانت على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. تذهب إفسون وأردا إلى فحص الطبيب للاستماع إلى قلب طفلهما لأول مرة، لكنهما يشعران بحزن شديد بسبب الأخبار التي يتلقونها هناك. كينان غاضب ومصمم على بذل كل ما في وسعه للانتقام من هوليا، لكن فوليا لا يمكن رؤيتها في أي مكان وقد اختفت. لقد فقد عفان زينب، ويبدو أنه مصمم على محاسبة نساء الحي على هذا الوضع الذي جعله في وضع سيء. ومع ذلك هذه المرة يجد أفسون أمامه. لقد تم الآن استبدال الشراكة بين الاثنين بالعداء الأبدي. لم تتمكن إفسون من إدراك ما يمكن أن يحدث بعد هذا الحادث. تم إرسال أتيش إلى السجن، وبينما اعتقدت بهار أنها فتحت صفحة جديدة في حياتها، إلا أنها أصيبت بخيبة أمل مرة أخرى. في السجن يواجه أتيش بعض الحقائق التي ستؤثر بشدة على حياتهم. أتساءل لماذا تم إرسال أفسون إلى السجن؟ هل أبلغ عنه أحد؟ على الرغم من أن أردا يحاول مساعدته بكل الطرق، إلا أنه لا يستطيع فعل أي شيء. إفسون سيقرر القاضي في قضية من غير الواضح ما هي القرارات التي سيتم اتخاذها في المستقبل. يحاول كونان إيجاد طرق للعودة إلى المنزل. محمد أمير يطلب دعم أتيش من أجل منع هذا الوضع، لكن هذه الحادثة تطارده لأن أتيش حاول سابقاً قتل كينان. بينما كانت بهار تنتظر وصول أتيش إلى منزلهم المستقر حديثاً، لم تعتقد أبداً أنه لن يأتي إلى الأبد. علم سلطان وغانيمت أن زينب وعفان كان عليهما توحيد حياتهما والابتعاد عن هناك. تبدأ الأمهات معاً في محاولة إنقاذ أطفالهن، ومع ذلك فإن اليخت الكبير والفخم الذي يملكه عفان قد أبحر بالفعل. عندما ينتهي انفصال فوليا عن محمد أمير، تظهر شجاعة كبيرة وتريد القتال بكل ما لديها ضد الشخص الذي أثر بشكل كبير على حياتها. تبدأ زينب في شرح جريمة القتل التي ارتكبها أردا أمام الصحافة. وصلت إفسون وأردا الآن إلى نهاية الطريق. حبهم على وشك أن يأخذ أكبر اختبار له. هوليا لن تظل صامتة ضد أكاذيب كينان بعد الآن، ولن تدير رأسها في الاتجاه الآخر.